في يوم من الأيام كان في شاب اسمه توفيق، عاش حياته كلها يحلم إنه يبقى ناجح في شغله ويحقق حاجة كبيرة، لكن حياته ما كانتش سهلة. توفيق واجه تحديات كتير في البداية، اشتغل في شغلانات بسيطة ودايما كان بيحس إنه مش بيحقق اللي هو عايزه. كل ما يحاول ينجح كان يقع في مشاكل جديدة ويشوف حلمه بيبعد أكتر. توفيق مر بفترة صعبة جدا، كان كل يوم بيرجع بيته مرهق ومش قادر يفكر في حاجة غير الفشل اللي بيتكرر. كان حزين وحاسس ان كل حاجة وقفت ضده وان النجاح اللي كان بيحلم بيه بعيد قوي. في يوم وهو قاعد في اوضته قرر انه مش هيستسلم، قال لنفسه لو كل مرة بقع لازم اقوم واحاول تاني، الفشل مش معناه النهاية. وبدأ توفيق يشوف التحديات دي بطريقة مختلفة، بدأ يطور من نفسه، يتعلم من كل غلطة، وما بقاش يخاف أبدا من الفشل، بالعكس كان بيشوفه فرصة للتعلم. مرت شهور وتوفيق كان بيشتغل على مشروعه الصغير اللي كان دايما بيأجل شغله عليه، ورغم إنه كان بيمر بصعوبات كتير فضل مستمر، ومع الوقت بدأ المشروع يكبر وبقى فيه ناس كتير مهتمة بيه. في يوم ما كانش متوقعه وصل توفيق لنجاح كبير، المشروع اللي كان حلمه الصغير بقى حقيقة، واللي الناس كانوا شايفينه مستحيل بقى واقع. توفيق عرف إن كل مرة صبر فيها وكل مرة صمد فيها كانت بتقربه أكتر للنجاح. توفيق دلوقتي بقى رمز للصبر والمثابرة، الحزن اللي كان حاسه في البداية اتحول لفخر وفرحة، وعرف ان النجاح مش بس تحقيق حلم، ده كمان الرحلة اللي بتعيشها وانت بتحاول توصل ليها.